Prima. خصوصا على المدينة سياحيا، عرفوا بأن مدينة مراكش متعش بسبب هذا المهرجان، وإلا بغينا نقولوا بحالة كانت حزينة رغم كل التظاهرات اللي بقات، مراكش كتظل أن هذا المهرجان كيعطيها إشعاع أكثر عالميا ووطنيا. أنا فرحانة لهذا التكريم بزاف، وكنقول أونفان جا الوقت باش نفكروا فريدة فنانة عظيمة الله يخليها لنا. نرجع لمهرجان مراكش، وهذه مناسبة أننا كنشوفوا أفلام، كنشوفوا أصحابنا، وتنقولوا برافو مهرجان مراكش، الله يحفظنا من المرض إن شاء الله. لا السينما المغربية الحالية هي اللي ولات كدير الباز على أفلام أخرى، وهذه بشهادة ديال المركز السينمائي والمغاربة، فبغينا أفلام كثيرة، أفلام مغربية إن شاء الله. جد سعيدين بهذا المهرجان ملي عاد، خصوصا بعد هذه القطيعة ديال السنتين بسبب كوفيد. ملي كنشوف الزملاء ديالي شحال هادي اللي ما شفتهم، الحمد لله يا ربي الله يدوز هذا المهرجان على خير. ان شاء الله كاين فيلم سينمائي اللي غادي يخرج قريب ان شاء الله في القاعات السينمائيه انا وعزيز، اللي غنخرجوا وقيله هذا الشهر الجاي، وكنتمنى تجيو تحضروا معنا في نهار الافتتاح ديالو. فرحانه انا انني كنتواجد في مهرجان ديال الفيلم الدولي لمراكش، اكيد العوده فرحه لينا كاملين. كنتلاقاو بصحابنا وحبابنا والمخرجين يعني من مورا واحد عمايد انقطاع، فهاد المهرجان كيمثلنا شي حاجه كبيره حنا كفنانين مغاربه، مهرجان عالمي اللي من احسن مهرجانات يعني كيعتبر. فانا فرحانه انني غادي نشوف افلام زوينه يعني بالنسبه للافلام العالميه، كذلك مخرجين وممثلين يعني كيوفرنا لقاءات جميله وماستر كلاس اللي كنستافدوا منه بزاف، فشكرا لهم وشكرا على الدعوه، وكنتمنى يدوز هذا المهرجان في احسن الظروف. Nous sommes très heureux d'assister au festival de cinéma de Marrakech cette année, suite aux grandes difficultés qu'il y a eu dans le monde. Et j'espère retrouver beaucoup de films. نحضروا لهاد الدوره 19 المهرجان الدولي للسينما، فرحانه بزاف نكون مع الجمهور ديال مراكش والجمهور ديال العالم، لان هذا مهرجان عالمي وكيحس لي الشرف نكون هنايا. شكرا لكم. عندي دابا واحد دو لو ميتراج، واحد سميتو دادوس مع المخرج عبد الواحد مجاهد، وواحد اخر مع ياسين في الناس سميتو لا ديغني ريبيتيسيون سينما ان شاء الله. ومشاركه حلوه، انا فرحانه بزاف بتواجدي هنا خاصه اليوم في الافتتاح، كنتمنى اني نقدر نكمل صراحه محال لحقاش كاين ظروف ديال التصوير. كنتمنى توفيق المهرجان، كنتمنى ان شاء الله انه يوصل الاهداف ديالو، انه يوصل للعالميه، وهو تبارك الله راه مهرجان اللي عالمي. وكنحيي المنظمين الساهرين على هذا المهرجان، كنحيي ايضا الصحافه اللي متواجده بقوه، وكذلك الجماهير المراكشيه اللي حضرات بقوه. دابا انا كنصور مسلسل سميتو عفاك بابا، كنصوره في مدينه القنيطره، وان شاء الله بيانتو غادي يكون التصوير ديال الجزء الثاني المسلسل المكتوب اللي كيتسناوه المغاربه كاملين، فهذا الشيء الحمد لله تيفرحنا الله يحفظنا. انا فرحانه بزاف بلا بريزونس ديالي في هذه ليديسيون، سورتو تقطع المهرجان شحال من عام، دونك سانو مونك، اي فرحانه انني دايره لو طابي روج اليوم مع مدام زكيه الطاهري، سي ان اونور بور موا، اي بي تسناونا في لو بروجي الجديد ديالنا. Thank you.
Hello, good evening, Marrakesh! To say it is overwhelming. I think it stands testament to the power of cinema in that it can transcend geography. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.